من جانبه أشاد سعادة السيد غانم بن فضل البعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتعاون القائم والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما من شأنه صالح الوطن والمواطن. وأن في مجلس النواب بداية عمل الحكومة بإقرار برنامج عمل الحكومة، وأريد أن أبين بأن هذا البرنامج، برنامج التوظيف الوطني، هو تقريبا انعكاس أولي وانعكاس مبكر من عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج العمل، لأن هذا البرنامج يمس مباشر الأولوية الثانية في البرنامج، وهي الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتحديدا تحت البند الثالث دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي. عندنا مبادرة اسمها الاستمرار في توفير فرص العمل للمواطنين وتهيئة الشباب لمتطلبات سوق العمل. فهذا البرنامج إن شاء الله سينعكس إيجابا على تحقيق هذه الأولوية تحديدا.